بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. نظرا لما تمر به ثورتنا المباركة من صعوبات وتحديات، وكذلك الحاجة الماسة لتوحيد الجهود والصفوف للخلاص من العصابة الأسدية المجرمة، قررنا نحن قادة الكتائب التالية: كتيبة الكرامة، الله أكبر، كتيبة المدينة المنورة، كتيبة المصطفى، الله أكبر، كتيبة رايات الحق، الله أكبر، كتيبة خالد بن الوليد، الله أكبر، كتيبة عباد الرحمن، الله أكبر، كتيبة المهام الخاصة، الله أكبر، كتيبة الشهيد الحارث، الله أكبر، كتيبة الخضراء، الله أكبر، كتيبة عباد الله، الله أكبر، كتيبة الحرمين، الله أكبر، التابعين للواء القصاص بقيادة فراس خرابة، ولواء ذي النورين بقيادة المجاهد بشار العمار، والمرابطين في مدينة دير الزور الصامدة، تشكيل تحالف فيما بيننا، وذلك في السراء والضراء، وذلك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونعاهد أنفسنا على ذلك بعد الله عز وجل، والله ولي التوفيق. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.